يا سلام، مين بقى هيحل دي بقى؟ just as we were riding our bikes a strong wind blew. هنا بقول استخدم كلمة ايه؟ استخدم كلمة ايه؟ افكركم بالقاعدة، حد فاكر القاعدة؟ احنا بنشرح القاعدة دلوقتي ببساطة. قالك ايه؟ كلمة just as بتساوي ايه؟ قولوا معايا هنا بتساوي ايه دي؟ لا دي وين دي؟ دي وين؟ just as بتساوي ايه؟ وايل. وبيجي بعدها جمله يعني سبجكت ووز او وير وفيرب اي ايه؟ ان جي. ده جاست ايه؟ ما هي موجوده اهي جاست از وي، ما هي بتساوي ايه؟ اكنها وايل وي صح؟ لكن هو عايز يستخدم كلمه ايه؟ وين. يبقى ايه رايك لو قلنا بقى، قال لك الاتي يا سيد، قال لك لو عندي وين بجيب بعدها باست سيمبل اللي هو التصريف الثاني للايه؟ الجمله الثانيه بقى اللي هي ووز وير وفيرب اي ايه؟ مين بقى هيحلها لي؟ هقول له وين ايه؟ يبقى وين a strong wind blew، لما الرياح القويه تم وي وير رايدنج، يبقى عملنا ايه يا جماعه؟ ها قولوا معايا، شطبنا جاست ايه؟ وحطينا مكانها كلمه ايه؟ بس وين بيجي بعدها باست ايه؟ ما هو الباست سيمبل في الجمله الثانيه، يبقى لما الرياح تهب الي وي وير رايدنج، كنا راكبين العجل. خلاص المهم وين هيبقى بعدها باست سيمبل. انتوا فاكرين لما يقول لي اي ووز ليسننج تو ميوزك، هنا بقول لي استخدم كلمه ايه؟ اللي هو نيجاتيف. افكركم بالقاعده، احنا شرحناها كذا مره، القاعده بتقول في حاله النفي نضع كلمه ايه؟ ها؟ بعد الفعل المساعد. طب لو مفيش فعل مساعد، قال لك ناتي بدونت او دازنت او ديدنت، بنجيب دونت. طب في فعل مساعد؟ اه يا مستر ووز، يبقى نقول ايه؟ اي وازنت ليسننج تو ميوزك. خلصت، فهمتها؟ دي بقى وازنت ليه؟ ها؟ لان هنا مش محتاج دونت ولا دازنت ولا ديدنت، لان في فعل مساعد. فاكرها فعل المساعده ولا نسيتوها؟ طيب بقول لي هنا ايه بقى؟ هي ووز جروينج فيجيتابل. بقول لي زي، يعني حول من ايه؟ مفرد لجمع. هي تتحول لايه؟ لزي. هنا بقى ووز تبقى وير، لان هنا مفيش يستر ايه؟ دي. يبقى نقول ايه بقى الجمله هنا اهوت؟ زي وير جروينج فيجيتابل، يعني هم بيزرعوا الايه؟ فيجيتابلز يعني ايه؟ شاطرين. يا سلام بقى، اي نيد، اي دونت نيد. بصوا anything، الكلمه دي اسمها ايه؟ انا مش هتوهك. بص لا، هجيب لك قاعده صغنونه كده حلوه. بقول لك ايه؟ لما الاقي كلمه نوت بتيجي مع اني ايه؟ نوت مع اني ايه؟ ردوا معايا هنا، نوت بتيجي مع ايه؟ بس هو عايز اي نيد، ودي دونت ايه؟ نيد. ينفع بقى؟ يعني معناها عايز اشيل كلمه ايه؟ دونت، واجيب نيد ايه؟ قال لي يبقى اشيل نوت وانيثينج، ده في النفي، اما في الاثبات تبقى سامثينج. هتبقى ايه بقى؟ ها؟ اي نيد سامثينج. حد فاهم؟ ما تتوهش نفسك. بقول ايه تاني؟ اقول القاعده تاني؟ ها؟ بقول ايه؟ بقول لما يبقى عندي كلمه نطقه موجوده ومعاها ان ايه؟ ما بتجيش الا في النفي. نعمل ايه؟ نشطب نوت تو نيد، لانه عايز كلمه اي نيد، مش عايز اي دونت نيد، يعني حولها من نفي لاثبات. يبقى نشيل نوت، يبقى نشيل معاها كلمه ايه؟ ها؟ اني ثينج، ونعمل ايه؟ ونجيب مكانها ايه؟ سامثينج. يبقى تقول ايه؟ اي نيد سامثينج. سهله ولا صعبه لو جات لكم دي؟ طيب